السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه أسباب حدوث غيبوبة السكر؟ في 60 ثانية هقول لك على أهم الأسباب اللي تؤدي إلى حدوث غيبوبة السكر المرتفع وغيبوبة السكر المنخفض. غيبوبة السكر المرتفع بتحدث ببطء في خلال أيام نتيجة نقص مستوى الأنسولين في الدم اللي بيفرزه البنكرياس أو اللي بياخده المريض، فيتراكم السكر في الدم ويكون مواد حمضية بيسموها الأسيتون اللي ليها تأثير سلبي على الجهاز العصبي، فتسبب الخمول والكسل وعدم التركيز والريحة الكريهة في الفم، وممكن كمان تسبب غيبوبة لو ما تعالجتش بسرعة. غيبوبة السكر المنخفض بتحدث بسرعة بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم نتيجة زيادة جرعة الأنسولين أو الأدوية اللي بياخدها المريض، تقلل نسبة السكر في الدم، وممكن برضو تكون بسبب عدم تناول الطعام المناسب والكافي أو عمل مجهود عضلي كبير غير متوقع في وقت قليل. دي أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث غيبوبة السكر المنخفض وغيبوبة السكر المرتفع. كده يبقى احنا قدمنا كل المعلومات الكافية عن غيبوبة السكر المرتفع وغيبوبة السكر المنخفض، وهسيب لك روابط الفيديوهات كلها تحت الفيديو في وصف الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك، ولو عجبك وافادك شيره لغيرك. بتمنى ليكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.